الرحمة والمساواة، عنوان بارز كتب بالذهب في كل الكتب التي جاءت بها الديانات السماوية. فكل نبي والرسل دعوا إلى الرحمة والتسامح، وزرعوا ذلك في قلوب كل من اتبعهم كي يعيش الكل في أمن وسلام. كيف ذلك؟ فابقوا معنا. فالله في الإسلام رحمن رحيم، وعند النصارى أيضا رحيم ورؤوف وكثير الإحسان والوفاء، كثير الرحمة لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. ولهذا قال المسيح عيسى عليه السلام: طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. الأنبياء كلهم جاءوا بالرحمة والمودة، أرسلهم الله تبارك وتعالى للإنسانية ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هي الرسالة التي جاء بها محمد، هي الرسالة جاء بها جميع الرسل من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام يدعو إلى الرحمة ويدعو إلى التعاون ويدعو إلى المحبة. الأديان بريئة من الحقد والكراهية والعنف، لقد جاءت فقط للمحبة والسلام. الرسالة اللي جاء بها إبراهيم، سيدنا إبراهيم خليل، ورسالة اللي جاء بها سيدنا عيسى، ورسالة اللي جاء بها سيدنا محمد، فكلهم كيدعوا إلى المودة والرحمة، وكيدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الناس تحيد هذا الغل وهذا ذاك من القلوب ديالهم، وتكون القلوب ديالهم صافية، اللي من جهة جميع الديانات، فالديانات السماوية كلها نزلت بالرحمة، فخص كل شيء الناس تكون رحيمة ببعضها البعض. كل الأنبياء والرسل جاءوا برسالة واحدة، أهي التوحيد والمحبة. فالرحمة والتسامح من الأخلاق الجميلة، تعني رقة القلب وحساسية الضمير وإرهاف في الشعور، يستهدف الرأفة بالآخرين والتألم لهم والعطف عليهم وكفكفة دموع أحزانهم وآلامهم، وهي التي تهيب المؤمن أن ينفر من الإيذاء وينبو عن الجريمة ويصبح مصدر خير وبر وسلام للناس أجمعين. من أمام هذه الصومعة التي تعتبر إحدى الشقيقات الثلاث لصومعة الكتبية بمراكش وصومعة مجد حسان بالرباط والخيرالدة بإشبيلية، أتمنى أن يعجبكم الموضوع حول التسامح والرحمة في الديانات. سعدي وحليمة من هنا من أسفي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة قادمة بحول الله.